جوجل توافق على تسوية دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار بتهمة تتبع المستخدمين. هل تتورط جوجل في تتبع ممنهج لبيانات المستخدمين؟ وهل بموافقة هذا العملاق التكنولوجي الأمريكي جوجل على تسوية دعوى بالتراضي لتفادي محاكمة كانت ستفضي إلى إجباره بدفع ما يقرب من 5 مليارات يورو تثبت تهمته بتتبع المستخدمين؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي معانا على التليفون، المهندس أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات في إحدى شركات الاتصالات وخبير أمن المعلومات. باشمهندس، يعني جوجل متهمة الآن بتتبع المستخدمين وتقوم بتسوية هذه الدعوة بالتراضي، كيف يعني تابعت هذا الأمر؟ مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب ومصر طيب. كلها بخير. هو اللي حصل ان في متصفح كروم التابع لشركه جوجل عنده خاصيه اسمها التصفح الخفي، اللي هي اسمها انكوجنيتو، حاجه اسمها انكوجنيتو تصفح خفي يعني. فدي الناس لما انا بخش بستخدمها على الكروم واقفل بعد كده المتصفح، محدش يقدر يعرف انا دخلت على ايه، يعني محدش معايا هيستخدم معايا نفس الجهاز يقدر يعرف انا دخلت تصفحت الانترنت عملت عليه ايه. فدي جوجل بتقول انا الكلام ده علشان لو حد هيستخدم معاك نفس الجهاز. اللي حصل ان في ناس فهمت الموضوع ده غلط وتخيلت ان انا طالما هستخدم الخاصيه دي يبقى ما فيش اي حد في العالم هيقدر يعرف انا بعمل ايه. يعني في حين ان لا، في ان شركه الانترنت اللي انا داخل عليها هتعرف انا دخلت على ايه، الموقع اللي انا دخلت عليه هيعرف ان انا دخلت عليه. فهو في حصل يعني عدم توضيح من شركه جوجل الخاصيه دي بتعمل ايه بالظبط. فالناس لما استخدمت الخاصية دي كانت فاهمة حاجة والحقيقة حاجة تانية. فجوجل بتقول لا، أنا كاتبه لكم أول ما بتخشوا إن أنت بتحمي معلوماتك عن اللي معاك في نفس الجهاز، لكن أي موقع تانية بتعرف أنت دخلت على إيه. فاللي حصل إن هم اكتشفوا إن شركة جوجل مش بس بتاخد بيانات الناس دي، كمان بتاخدها وبتستخدمها كقاعدة بيانات، يعني ممكن تستخدمها في الإعلانات، في الدعاية، في الحاجات دي. فأنا مثلا دخلت تصفحت موقع، فجوجل عارفة أنا بحب إيه، باكل إيه، بشتري إيه، بشجع نادي إيه، عرفت أي كل المعلومات اللي عندي. لما كل الناس اللي في العالم بيستخدموا جوجل، جوجل تعرف تجمع عنهم المعلومات دي وتعرف بقى تستخدم تكنولوجيا يعني تحليل البيانات، هيبقى عندها قاعده بيانات كامله عن كل الناس اللي في العالم بتعمل ايه، كم واحد بيشجع الاهلي، كم واحد بيشجع الزمالك، كم واحد في انجلترا بيحب صلاح، كم واحد ما بيحبش صلاح، كم واحد مع القضيه الفلانيه، كم واحد ضد القضيه الفلانيه. فيبقى عندهم قاعده بيانات عن كل الناس بتعمل ايه. هم بيدعوا دايما ان قاعده البيانات دي بيستخدموها في الاعلانات، لما يعرفوا انا بحب ايه وميولي ايه يطلعوا لي الاعلانات المتفقه مع الميول بتاعتي. وده تقريبا يعني كل الناس عرفت النقطه دي، ان هو الشركات الاعلانات بتلجأ إلى اللي عندهم داتابيز وبتستغلها في تحديد المستهدف من الإعلان ده. بالظبط كده، عشان يحددوا المستهدف من كل إعلان. فجوجل مستفيدة من قاعدة البيانات، ده الهدف المعلن لتكوين قاعدة البيانات اللي هم بيقولوها. لكن في ناس قالوا لا، أنتم ما قلتوش كده صراحة، ورفعوا دعوة قضائية في كاليفورنيا في أمريكا وطلبوا بتعويض حوالي 5 مليار دولار زي ما حضرتك قلت في المقدمة، وقالوا لا جوجل ما قالتش كده صراحة. والقضاء هناك لقى إن فعلا جوجل ما عندهاش ما يثبت إن المستخدمين موافقين على إن بياناتهم تستخدم من جهة جوجل، وبالتالي فيما يبدو يعني ان جوجل لقت نفسها هتتورط في غرامه، فابتدت تتفاوض ان هي يعني تساوي النزاع بصوره وديه عشان تدفع غرامه اقل من الخمسة مليار ده. هيدفعوا كام بقى؟ هيوصلوا كام في الاخر؟ لا لسه ما وصلوش، الموضوع لسه تحت التفاوض. وبيقولوا ان على شهر فبراير هيكونوا وصلوا التسويه وحددوا المبلغ، يعني زي الغرامه اللي هتدفع بشكل ودي. حضرتك قلت جوجل صرحت ان هي بتبلغ او بتعلم المستخدم قبل ما يدخل على المتصفح ده ان هو هيتم واللي هي الخانه اللي احنا بنقول عليها موافق علشان اكمل بحث. حضرتك قصدك على النقطه دي تحديدا ولا ايه؟ لا، هو انا في الحقيقه في جوجل كروم بالذات لما يعني في طبعا اللي انا بكتب موافق عليها في الاول، دي اللي كلنا بنعمل موافق بالزبط. من غير ما نقراها دي كلنا بنعملها في الاول خالص. لا انا بعد ما دخلت على جوجل كروم بقى، في هو الثلاث نقط اللي فوق دول لما اتك عليها هيطلع لي حاجه خاصيه اسمها المتصفح الخفي. اول ما هتك عليها هيقوم مطلع لي رساله مخصوصه للمتصفح الخفي، هيقول لي انت الحاجه اللي انت دخلت عليها ما فيش حد معاك على نفس الجهاز، اول ما هتقفل المتصفح ما حدش هيعرف انت دخلت على ايه، ولكن شركه الانترنت بتاعتك هتبقى عارفه، الموقع اللي انت دخلت عليه هيبقى عارف ان انت دخلت عنده. فده تحذير مخصوص للاستخدام ده بس، بيطلع في حاله ان انا لجأت للخاصيه دي بس.
اخيرا وسريعا اذا تكرمت باشمهندس، الامر ده خطورته بتصل الى فين؟ لا، هو الامر هو بصفه عامه احنا في عصر خلاص بقت الخصوصيه يعني ضعيفه جدا، فاحنا كل ما بنصح كل واحد ان هو يحافظ على خصوصيته على قد ما يقدر باجتهاده الشخصي، يعني خلاص الناس ما بتقدرش تستغنى عن جوجل ولا عن فيسبوك بالزبط. ولا عن تويتر، بقت خلاص جزء من حياه الناس، فانا بنصح الناس بقول لهم الناس يعني ما تعتمدش على الشركات دي ان هي اللي تحافظ لك على خصوصيتك، حافظ انت على خصوصيتك بنفسك على قد ما تقدر، بمعنى ما تنشرش معلوماتك عمال على بطال، يعني ما في ناس بتنشر معلوماتها راحت فين وكلت ايه وعملت ايه وكل تفاصيل حياتها على السوشيال ميديا، لا ما تعملش كده، حافظ على خصوصيتك، ما تحافظش كلمه السر لو جوجل كروم مثلا قالت لك احفظ كلمه السر بتاعت البنك بتاعت الفيسبوك بتاعت حاجه على كروم، انصحك لا ما تحفظهاش، لان ممكن تحصل ثغرات ان المخترق يخترق الكروم نفسه ويخترق بالتالي حسابك وتبقى انت خلاص صفحه مفتوحه امامك. بالظبط كده، فاحنا بنقول لا ما تعملش حاجه زي كده، كروت الائتمان ما تحافظش كروت ائتمان على برضه على المتصفح عشان استسهال الاستخدام بعد كده، ولو انت مضطر تعمل كده استخدم كارت ائتمان قيمته قليله جدا، يعني قيمته مثلا مع كل واحد بقى يحدد ايه القيمه القليله اللي بالنسبه له، لكن ما تحطش كارت ائتمان الحد الائتماني بتاعه كبير جدا وتسيفه على المتصفح بتاعك، بحيث لو تم اختراق المتصفح يبقى انت خسرت مبلغ كبير، ودايما بقول للناس اعمل ابديت اول باول سواء للموبايل للبرامج للابلكيشن دي حتى هتحمي لك الخصوصيه بتاعتك من الاختراق. دي معلومات مهمه جدا جدا، أشكرك عليها المهندس أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات في إحدى شركات الاتصالات وخبير أمن المعلومات.